حسابكم الله. يقول في آخر سؤال له: ما السنة عند السجود؟ هل هي تقديم اليدين على الركبتين أم عكس ذلك؟ السنة أن المصلي إذا حر للسجود أول ما يقع على الأرض ركبتاه، ثم يداه، ثم جبهته وأنفه، ولا يخالف روك البعير، فإن البعير على العكس، أول ما يقع على الأرض يداه ثم ركبتاه هذا البعير. وقد نهينا عن التشبه بالبعير، فنخالف صفة بروك البعير. نعم.